أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن ما تشهده مملكة البحرين من تطور على كافة المستويات يؤكد أنها ماضية في المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافها المنشودة على كافة الأصعدة. جاء ذلك خلال تفضل معاليه بوضع حجر الأساس لمركز حسين علي اليتيم الصحي في مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية، حيث تقدم معاليه بجزيل الشكر والتقدير لشركة علي ومحمد يتيم على هذا العطاء، مؤكدا بأن هذا الدعم يأتي في ظل المسؤولية الاجتماعية للشركة وفي إطار حرصها على دعم مختلف الجهات التي تقدم خدمات صحية وعلاجية للمرضى، وخاصة المبادرات الداعمة للخدمات التي يحتاجها المواطنون والمقيمون بشكل يومي، ويأتي في مقدمتها المرافق الصحية. شاكرين لعائلة يتيم الحقيقة تبرعها بهذا التبرع السخي في بناء هذا المركز الصحي في هالمنطقة. المنطقة هاي جديدة والناس طبعا ساكنين فيها عمال بتزيد أكثر، فهذه المركز مركز نسبيا من أكبر المراكز البحرية، ممكن يغطي حق يمكن فوق 30,000 في المنطقة. هذه في مكانات حق يمكن 3 مراكز صحية غير هذه، بالإضافة يمكن لأرض مخصصة حق مستشفى إذا احتاجوا المستشفى. فإن شاء الله التخطيط جيد وينظر إلى المستقبل، والتنفيذ إن شاء الله بيكون في وقته. مركز حسين يتيم الصحي كإضافة نوعية لمراكز الرعاية الصحية الأولية، تنفيذ لرؤى وقانون الضمان الصحي اللي يؤمن التغطية الصحية الشاملة للسكان. ففي إطار التوسع العمراني والسكاني تأتي أهمية إنشاء أو التوسعة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشراكة مع مختلف القطاعات، فهي إضافة نوعية كنوعية خدمات، وأيضا من ناحية توفير الخدمة، حيث تعد مراكز الرعاية الصحية الأولية هي البوابة الأساسية للصحة. اليوم بالإضافة للدعم اللي نحصل من الحكومة، نحصل دعم من المؤسسات الخاصة، والدعم اللي موجود عندنا من مؤسسة علي يتيم بالمركز اللي قاعدين نسويه حاليا، وفي وجود كل أفراد العائلة عندهم هنا، دعم غير بسيط. هذه نعتبر من المراكز الكبيرة عندنا في البحرين. هذا المركز بحسب المخطط الموضوع إليه سيكون من أكبر المراكز اللي تم إنشائها في مملكة البحرين، يقع على مساحة تقريبا 14,000 متر مربع، يضم العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية بدءا من خدمات الإسعاف والتمريض للخدمات التشخيصية مثل المختبر، مثل الأشعة، قسم الأشعة، بالإضافة لقسم الصيدلية. هناك أقسام أخرى علاجية مثل قسم العلاج الطبيعي، وعندنا قسم الأسنان، قسم رعاية الطفولة والأمومة. اليوم نحتفل بوضع حجر الأساس لمشروع المركز الطبي لمدينة سلمان بتبرع من الشركة، ويكون المركز باسم حسين علي يتيم. الوالد الله يرحمه كان مهتم جدا بالأمور الصحية، وهذه المركز إن شاء الله بيخدم 30,000 شخص في المنطقة.